وهي اللي احنا لحالنا. قلي لي ليش ما عندي هالمرة؟ والله بعرفك أطرى من هيك. الله يوفقك أم طارق، هذا الموضوع اللي بقى تفتحي معي، لأنه كل ما حكينا فيه بترفعي لي ضغطي. أنت اللي عم ترفعي لي ضغطي، ولك عريس مثل هذا ما بيتفوت. لك الفرصة الذهبية جاية لعندك وأنت عم ترفسيها. ترفسيها؟ شو هالملافز الكلاسي أم طارق؟ الله يوفقك بلا هالحكي. أماني ما تواخذيني، إيه بس أنا ما عم شوف خير عم بترفسي. لك أنت ليش ما عم تفهمي علي؟ أنا بخجل فاتحن بالموضوع للبنات. بالله أنا البنات اتركيهم علي. شو بدك تساوي يعني؟ رح أجمعهم وأحكي معهم نفس الحكي اللي حكيناه أنا وياكي، والبنات عاقلين وبيفهموا، ورح أقول لهم خالدكن ما بيصير تضل بلا جواز. خير إن شاء الله، مثل ما بدك. ورجينا عضلاتك، ساوي يلي بدك يا، أنا ما بقى أحكي طق قلبي. أي مجدد القهوة. بدك تتجوزين؟ قلتي إيه وانقلتي لا. ما رح روح الكوميسيون علي رزقة وإجيت لعندي أرفسة؟ لا والله ما حذرتي. شو صار بالقهوة؟